السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نقدم لكم التحديث الأخير للجيون ميني سويت مامو بليس كلهم معهم. هذا تحديث على هذا الجيون على التحديث القديم ميني الأسود الذهبي إلى هنا. نعمل فاليريزين يعني ضبط المصنع. حلو، نعمل يس. وجدت المني بالفرنسية، نعمله بالإنجليزية الآن أو العربي. نروح العربي جيد. ندخل المني، يكون فلاش التحديث موجود في الفلاش ديسك. افتح يو اس بي، نروح الإضافات، قائمة القرص، نذهب إلى التحديث تاعنا. التحديث هنا عندنا جيون ار اس في ميني اتش دي بليس، التحديث 3.01 السطر 15 جانفي 2024 في الساعة ودقيقة. طبعا نعمل اوكي على التحديث تاعنا ونعمل نعم. ننتظر، يقوم الان تحديث الجهاز. اللي عنده تحديث حديث ممكن تلقاه على النت ابديت، نت ابديت في الميزاجور، تحديث تلقائي من الانترنت بالميني فقط. التحديث هذا من الاسود الى التحديث الجديد سيختفي القناة، تختفي القنوات ويعود الجهاز فارغ تماما. لذا يجب البحث عن قنوات من جديد، او اللي عنده قنوات حديثة يضعها يحتفظ بها في الفلاش ديسك. يفتح اليو اس بي ويعيد القنوات تاعو المفضلات بكل شيء. هذا هو الميني الجديد، ميني جميل مضيء. اول حاجة بعد التحديث هذا ندخل للانستالاسيون يعني التركيب، 4 اصفار ونعمل فاكتوري ديفو ضبط المصنع. الان وجدته بالانجليزية، عملت بالانجليزية. نرجعوا ل عربية. الآن كملنا. الآن أول حاجة نعملوها، اللي عنده ملف قنوات في المحتفظ به في فلاش ديسك يضعه هكذا شانل. أيوة هذا هو فتاة قناة جانفي. طبعا ملف القنوات هذا فيه بعض جميع الأقمار، فيه الأسترا، هوت بيرد، بدر، نيسات، طبعا موجود فيه كل شيء. هنا وضعنا القنوات، دخلت القنوات كما تشاهدون. البروغرام ناسيونال موجود، قنوات جزائرية، تونسية، رياضية، إخبارية، كل شيء موجود. أول شيء بعد وضع القنوات نروح للإعدادات. نحن ضبط النظام، طبعا الخيار هنا اللغة الأولى عربي، الثاني نختار فرنسي نجمع الأسترا أو الإنجليزي إذا أردت. هذا الأولى فرنسي والثاني عربي. قليل القنوات اللي تفتح بالعربية. أين العربية؟ في الأوائل العربية، منين واضح جدا، قوي فيه شوية. هنا نروح ل أو إس دي، ضبط الأو إس دي، نرفع فيها 10، هذه نخليها 1080p 50 هرتز. بان نخليها أوتوماتيكي، مادام وضعنا القنوات بالفلاش ديسك نرجعها طبعا، وبعد نرجع لكي تكون الصورة كاملة. إعدادات الشي سي اش ماكس، أنا أحب أن نوقفها، تشغلها تشغلها. قفل الأبوي ننزح 4 أصوات، نعم نديرو لا.
نغير الوقت طبعا، هنا في الجزائر بليس ان، تكون في المغرب راح تكون غرينيتش طبعا، بس خلوها كما هي. في الدول المشرقة راح نزيدو بليس 2 او حسب توقيت، حسب توقيت غرينيتش. توقيت الصيفي ايقاف، احنا قلنا العربيين نعمل بها. هنا انتهينا، هنا نرجع ندخلو كيف ندخل النتورك. طبعا النتورك نديرو ميني، نروحو نمشيو هنا الى الشبكة، نروحو الواي فاي، نختار ما زلت نختار هنا الواي فاي، نحاول نديرو حروف كبيرة هنا، حاول نديرو حروف صغيرة، الخضراء بزر أخضر طبعا دائما هي الأخضر، هي الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة. الأرقام من لوحة التحكم نفسها من هنا، ولما كملنا مع الزر الأزرق صار مطبس الويفي تاعي. انا اريد ان اريك نوت باس، انا راني قمت دخلت نوت باس، انا راني متصل بالانترنت راه للسيرفر طبعا، السيرفر هنا، هنا من السيرفر نروح من السيرفر رقم واحد، هنا بدل بتاع الصوت هنا نروح للسيرفر 10 ندير موافق. انتهينا هنا، هذا هو التحديث وكيف تدخل الواي فاي. وهنا الواجهة جيدة، هناك بعض التطبيقات موجودة، جميع التطبيقات تلقاها هنا، اب تلقاها هنا، اب تلقى جميع التطبيقات. من نريد تحديث اخر الاخير او حاجة اخر من هنا، نحن في التحديث الأخير صفر على نحتاج. مبروك عليكم، أرجو المشاركة في القناة.